حقق معرض الجواهر العربيه ومعرض العطور العربيه 2024 نجاحا كبيرا ونموا ملحوظا في المؤشرات الرئيسيه مما يعزز مكانتهما كاحد اهم معارض المعارض في المنطقه. هذا وفي ذات السياق اكدت هيئه البحرين للسياحه والمعارض ان الاقبال الكبير الذي شهدته نسخه هذا العام يعزز مكانه البحرين كمركز رائد لسياحه الاعمال بما يتماشى مع استراتيجيه قطاع السياحه. وشهد المعرضان اللذان استمرا على مدى خمسه ايام في مركز البحرين العالمي للمعارض ارتفاعا في عدد الزوار بلغ اكثر من 51 الف زائر فيما بلغ عدد العارضين اكثر من 700 عارض من 27 دوله كما سجل التطبيق الرسمي الخاص بمعرض الجواهر العربيه ومعرض العطور العربيه زياده بنسبه وصلت الى 83% في عمليات التحميل ما يعكس التفاعل الكبير مع الحلول الرقميه المصاحبه للمعرض ضارف.